يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق وقابل التوب شديد العقاب ذي الفضل، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتل اجير اجره قبل ان يجف عرقه. ما سخر الخدم اقبل اقبل اسمح في ذني افدي افدي في نكني دير خرمين الى قال ادخل الصلاة اقبل اي اقبل اتكاو في ذني اعتل اجير اجره قبل ان يجف عرقه. اما تندي قصد من خلق: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. تجد الايه القرانيه في سوره المؤمنون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. يقرز لك الانبياء الرسل تشد الويل لنا الطيبات، الويل لنا يحيى تخبرهم الصلاح. على خطر الانسان ماذا قال نشد الطيبات العمل الصالح اليومي، ماذا قال الانسان يشد الرويس بين لنا يحيى الرويس العمل الصالح الازدوي، ولكن ماذا قال يشد ديحرى ويستوي لنا العمل الصالح العمل السوء البعيد عن ربي جنوني الرشيد اليومي، ونشتري لنا ذيل السبعات للعبد غفر ربي سبحانه وتعالى. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ثم تلا: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. ثم ذكر رجلا اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى الله: يا ربي يا ربي يا ربي، ومأكله من حرام ومشربه من حرام وغذي من حرام فإنا يستجاب له. الإنسان ماذا قلنا النعمة مثل مثل يكشتش أروح بوغيش غير يتسوي الولا ويش غير يلندي حرام يفعل رسول ربي الدعاء مثل يستجاب. يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أذي ليون العام أذي الحد قبريد أشعر أغبر يطيب الصفر أذي في ذفسيس رسول ربي باش أصدق في الدعاء مثل ينادي ولكن نعم وغيش دي حرام الشور النفسي مثل حرام الشور بالمكرن سيدي الشرق اللي حرم يدي الشرق يندم كارج دي قبل سيدي ربي الدعاء. إذا أنا أقل بالله الإنسان ماذا قلنا ويستسلم من الطيبات ويصدق بها سيدي ربي سبحانه وتعالى الدعاء. وما قال الحديث مثلا الإنسان بريد ربي الروينس البعيد عن ربي يجعلوني الويل من دي حرم إلى أنا أقل بالله خير الويل وسيصدر الغيرين غير وين ولا نسيدينش الغيرين. وما قلنا الشر الرويك وين وسيصدر يقطع عقيم بالله الرويني تيس ديكس اللعيبة مرة غص ما قلنا غص الرويك بيولوجيكما إذا منيك هذا صح، ولكن ذيني لن مد المرة ما قاعد مرة إذا ما ننسى إذا شو من كده صح غير ورقي من بعد اللي يسوي العدل أكيد إيش مو تسمع قيل له ورقي إيش مو خدم له رقيق إيش مو تزين له غوري نسف الحقيقة إذا يحرم من شو وذيني هني بعد من الناس وذيني يخف درجة من الولدين ويا من سيلا أنا خدم كريم مثلا يحيى أنا شو قال أين الناس شو بغى الجواب الجواب لا ماذا قال له يحرم أنا ما قال له يحيى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور متشابهات من وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال يبان الحرام يبان ولذو رسل بين الشبه الحرام يند ولا يوحي بين الشبه الحرام يشمل في الحرام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرك الحرام بالشبهات. يقرب هو وخ بعد في حرام شوين في الشبه. والإنسان ماذا قلنا مثلا كان مثلا بسيط ماذا قلنا الإنسان ويتشمل ويتكيف له أي خطر يجعل في بين الحرم سيد ربي وفي الحقيقة هذا الصح أي خطر المضر نفسه يتبنى أهل طرام يجب أن يقدم غير الخمر ويتخدم غير الخمر. وذلك يفيد يقال ادرأوا الحرام بشبهات باش يعني أدي ربي من الإنسان المجتمع أدي سوى بعض المجتمع المسلم المجتمع يخمن المستقبل للإسلام المستقبل أي مثلا للبشرية أي اللي يقدر يشيل تفت يقدر يشيل وين يلهم ودي يشيل رأي ودي يشيل رأي البعيد عن جرم الجرم من شوي الوين يعلم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والعرض الإنسان أي مثل ذين 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 إبوار أطاس ما دقنا ما يتعد الإنسان في العرض ما شنشيب وإلاق هذه حرب في العرض ما شنشيب أما كان يقع على هذه حرب في العرض سيد رب الفارغ سبحانه وتعالى إذا نسعي سعى السنة في العرض من المسلمين مرة. ولكن أين لنك في السنة أنا أنحرب في العرض جنسي من أنا أما كان نسحرب في العرض من المسلمين أي وكي للعرب يجمل الإنسان بعرض حرب في العرض إلى أسخر مظل مجهود وسق أسخر مظل وصدي فضسي رب الخالق سبحانه وتعالى أبي حرب في العرض أبي حرب في العرض يمشي من المرأة. أي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مالي فوق خميس أمشي اللقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الرفيق في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والدار والولد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد أغدي شوصي يقرد غسس حرب أسخر من أفل عارنه أستمع ما بدي تنسيين تبدي تنسي ربي. ولكن دائما دعوث روح الله سبحانه وتعالى يقرد يقرد أسيد ربي الشريعة الخليفة البخا الشريعة عسنا خليفة الشريعة عسنا العرب الشريعة عسنا ذفر والشريعة أري رفق للسفر الشريعة عسنا دراها ذاك بشنا أنا عقيم لي السيد ربي سبحانه وتعالى يتحالى بالفيه مثلا غسل خمر مجهودنا ولكن نطلب سيد ربي دائما وأبدا أذي حرب في العرب أذي حرب في العرب الجنسي من برا أي مثلا السفلة قلنا في عدي والسنة محمد صلى الله عليه وسلم عن تدن السكالة يوثبة مغنسيه ويوصير مشتد أدن السكالة السفة تنثية لغير المسلمين على خطر إنشيم ما بيشكل السفة العالية لغير المسلم السفة الإسلام تدن السكالة ما كده يزرع العبد المسلم المؤمن في الظلة ولكن تسعر يوم السفة مشتد يكي غريس فتن ولكن هذه السوتي دي الدنيا تبعك أسيني خزارة الإسلام أسيني خدم سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم يوثز ذا في قرد يوم يوم العالم وقرد العالم من بعد سيدنا إبراهيم اللي يستقرد يشكمي دي فقدر باستباقة أما كان قاضين في جيم يمدي دي يشكم يستطرح بيس ينسقي من بعد سيدنا إبراهيم الخليل يستسق مباشرة يعني يستشد الدنيا يعني يستشد وركزني يعني يستشد كيني كما جوسي حسو ماشي اللي نسيه ماشي تسيد ربي سبحانه وتعالى ما أعظم يعني يستشد ما جوسي المجوس دي قال يقعد في مسي قعد في نبور قعد في نبور جتج قعد في نبور تسيرين قعد في الحيوان قعد في كل شيء مخيف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا الذي يحمل ثم سنتين ينشفري بخا ينشفري يشفري إيه كذا سيدنا إبراهيم. ولكن إني دفاع يرد تقول يوغل سخا من سخا سيد ربي سبحانه وتعالى لسبع سماوات إيش قاعد سيدنا جبريل يروح إنيس يا إبراهيم إنيس الفعل اللي يدخل بتوس يا جبريل سيد ربي إنيس ألف سما قرر تسعين سنة دي عمريس قرص قوفي عوفة ألف سما قرر الحادثة الجدلة غسو غني دي قاعد أول لكن خدم غس دي إنيس سياقا خدم غس دي إذا كذا دي خيبة إذا كذا دي كان رصدي شنو مزمر رانا مزمر رانا الاستضافة من الاستضافة جيونية مزمر رانا السلسلة يومية سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم يفقد الخميس يتبعونه يفقد يعقب يقف يديه رمي يديه في الرأس يحمله الرأس بالسيسة خميس إنيس شو ميت الرأس إنيس سيد ربنا عود بيت في الله حسب يعوق بيت في الله إنيس مش سيد ربنا كمدع الذكاء يزعقب يحمل نيسة في عدونيس إنيس نعم إنيس يعقب بيت في الله إنيس نعم الرب إنيس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم رسول الله إنيس سيد ربي إنيس لقد يعمل ذلك الصحيح الشهد لا إله إلا الله وأنك هو
وإن إبراهيم رسول الله. خزر بيت مثلي يوث الكلمة زمان الشفاء لعب يوبري يوث الكلمة زمان ذي بشكش مع الإسلام أذي السكنة يلعب أذمي الهان أذي السكشم البشاشة للوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ابتسامة في وجه أخيك صدقة، يقال الكلمة الطيبة صدقة. والزرقان ذا شونك زمان أسي السكشم يلعب الخشوع ذا الإيمان أذي خيوية نسي. وإن قال السكنة السكة يسار نفر أفديك ولو لغير المسلم، الإنسان يكون ظلال ماشي بدل ذا دي ما تعدى فلاش وتسلم بارا فلاش انه وتسيع بارا. ذي العكس إلى قصة بالنفس ليلها الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه الفضل الجمال يفدي ونسكرا إن شو أنا لم يمو يزرع بشي قدر تسفرد الدين وقموشي ذي سنك شو أكبر. ولكن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يقدر يتفقد هو سيد رب الكميس يقال الله 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 نسي شو غسقني فون. ولكن الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه يروح سخمس يقول دماء يقول دم حلو اسي الشفر يقوموش يسمي كذلك ابي حلو من الغيب ومن اسي الشفر يقوموش يسمي وسكرني تحمي بنيس اللي كان يفون المسلمين داخلنا بس شيئا يخدم التمساتين عم يشوف خير في الله الجزء سوالي ذي سكار ايش وغير من يقدر على السنة تقوموش يسمي. الفضيل بن عياض رحمه الله إنيس لا ينبغي لإسم الجلالة أن يمر بين شفتين مبللتين بالخار إنيس اسم سيدي ربي يغضي يغضي الفرض خلف خلفوش يتشور اليخمى إنيس يقص سيدي رسالي الفرض من كنس ديري يكمل كنكني. ولكن العاجب كل العاجب سمحنا من كان بشد يصاب لفجأة الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه يفجر بزنين للصفر مزوالد الجماعة الصلاة الشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقال إن الله يهدي من يشاء إن الله يهدي من يشاء. ولكن قبل أن يعمل التصفر الفضيل بن عياض إسلام منادي ينادي الناس ذا شيء صديقا الناس تحرت فماه من أجلي وتحرت قلبه من أجلك إنيس تززت له أقموش يسمى على جلال إنيس لكل تززت له وليس أفعل جلال أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يسوس السلية يشجع الجيوث السرية اليوث من مقرن اليمن اسمدر من السرية مش المشير وغزوة ويدلل اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يبيدو غير وين ديون ديون من أعداء الإسلام من أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال استمامة ابن أيال الحنفي أتفنتيد يخدم أين السنة يخدم ذي الدين يخدم ذي الجنسيما. ولكن لما تقبضت قضلت في الناس وانت يتغرر رسول صلى الله عليه وسلم ذي المدينة يتفت غرر وسيس الحالة بشد يوبع يتفت ذي ذي الجماعة يقيمك ثلاث أيام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفكيس المكية يفكيس كوين يحوج من الله يفكيس الناس يفكيس الحاجة وتخسر الداخل وتسمى قال القوين إسعان المسلمين ذا الصفة العالية أي إنسان ينسل من الصفة دي الآن كراد كرخد من الزد والليس أرمين ذا شو يستيقى يسيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسفل في الصحابة من كل يبوى سيدرة ذو السالين إذا عوذ غير الإسلام. ولكن ثمانة من أذان الحنفية تقول الناس يكونوا تشتغار الإسلام يوهيهم بشد الشهاد. ولكن اسم سيدة إما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للصحابين الشفر تسير مدينة غروة الناس تخدم بقوين الدينة الشفر تسير غروة الناس يعين تخل خسر يروح أركز لكي فق المدينة المنورة الحكى لك كان المقدمي يغيد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم درس الناس الناس والله الذي لا إله إلا هو ما إلا العبد خرها أنكرش الناس والله الذي لا إله إلا هو مثل مذكرها أم ثمرتين الناس والله الذي لا إله إلا هو مثل
إلا الدين الله من الدين إن يجب ولكن السيد والله الذي لا إله إلا هو ما إلا لعب حملة أخرج مثل ثمور حملة أكثر ثمور ذي ما إلا الدين حمية أخر الدين لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكشود عن الإسلام ويركز عن أي مثل ويصور ثمانة من أذان الحاكم يروح يدخل من العمر بمكة المكرمة إنيس الصحابة رضي الله عليهم جميعا إنيس تعلم ومثول ذي الدين فقه ذي الدين ويروح المكة المكرمة باش يخدم العمرة أسلم عند بضعنا بنا نسلع في المسلول وذا الدين الناس يقول لهم كشتيني في شمر ذي الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولكن همامة من أثان الحنفي لشي يخدم يقول لسي إنيس قلت عودا أوندي كرسك ديت مرتنا ليا معنا على خطر سنة إذن ديت كرسك مرة من كان مكرمة إنيس قلت عودا أونديك وكرا ذي الحبوب من ليا معنا في مزين ديال ذي المرة ما يستدي مكان ديت مرتنا ديت سوين ويقول ما عودا ما يديك شب وعقم فعقم من ليا معنا المكان مكرمة قام الأيض مثلا سحب المكة المكرمة المشركين المكة المكرمة يفقد العقل وسعيد هذا شاد شاد ذا شيخ من النبيين يحسب لك الدعاء وسن إن الاسم يذكر بنا سوحب أسوحب على الرسم نغسل دمي بغدر من المكرع ويشو الاسم تماما من أثال الحنفي إن يسا الرسل المكرع الرسل الحبوب اللي نتسويها وهي الرئيس اللي مثلا ثمامة بن أثال الحنفي يرئيس للحبوب نكرس يرئيس الرحمة مزدي فكسد رب الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ذاكينا غادي يتسكي والدرس غادي يقار ماشي بينا في أذكان العلم نغفد عرض الإسلام شو مسلم تسمي ببري ذريو ثقي قمس الدعوة المباشرة عن الصفار ما استهدد في الدين الشهر ثقي الدعوة المباشرة ولكن الإنسان المسلم أكيد في مقاي أي عام في خدمة الدينية كان يديق أي حاجة في تعامل الضوث مثل يكين سجمن أكل النار بذي حق وشكي دير ذرف لسن وستصدر الأمانات في تعامل الصوي من سمرة في خدمة الخير حشا من أين كان يقرر حشا يموت سمير برا أتصل أي بذات سكشن بار الدين بلا ما ذلك مثل ذا الرسل والثقيمة قال الدعوة الغير المباشرة أي مثلا أدي سكري الإنسان الصفة العايم الصفة الصفة إجحمي سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أدي يزر العبد إيمان إسن في الحال غيقنا أدي يخزو إيمان إسن يكشم الدين أدي شهر لا إله إلا الله محمد رسول الله أي مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقرب الضويس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فجئ آية من سورة الحجرات يقرأ سيد رب الخلق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما دينهم سيد رب الخلق سبحانه وتعالى يا أيها الناس ما ماذا كي تخطب ماشي المؤمنين كان نغض نسيمن يتخطب للعباد الدنيا مرأة خلينا للعباد الدنيا يقرأ لنا در دخلك يا أيها الناس ما ديني يا أيها الناس إذا عدت سيد رب الخالق سبحانه وتعالى بشد من السيد رب إذا خلقه يسكن يجد القوينس يسكن يجد يخلق يسكن يجد يرزق يسكن يجد يفكر أين سيفيد يسكن يجد العام بشد استعرف الصربوبية وكي قناة شعطاء الربوبية أدفع يا أيها الناس اتقوا ربكم وتصفر يا أيها الناس اتقوا الله أدفع يا أيها الناس اتقوا ربكم ولكن ما دي شمل هذا الإسلام إننا نفدي خطر سيد ربي يا أيها الذين آمنوا أدخل قرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله معناه لنا التكاليف الألوهية الذي قرف عن كذا ولا تفعل كذا ولكن ما دين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي قال باش الذي يسكن القدر الذي يسكن القوة الذي يسكن النعم سيد في الدقار سيد ربي يا أيها الناس ولكن ما دين يا أيها الذين آمنوا أي قد يوم من النسيم خدم أيدين وخدم ثلاث أيدين لكي قام استكاليف الألوهية إذن الآية الكريمة يقرد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يقرد يا عبادي خلقكم من برة للذكر والأنثى يقرد خلقكم من الورقاز أو السلطور ومعنى
وليش نعتدوا إذا بدنا نشوف خير قرب ويساري الناس ويساري هذا الرجل ولذلك معنا النظر يقرب باللي ثلاث خير قرب دوني مرة من آدم وحواء اللي تفكير لآدم أكون حواء فقلنا اللي قرص رب الخالق سبحانه وتعالى وليش العالم ذي الدنيا في زمننا اللي تفوق أفوق ما سيسير أسي قرب الكاخرة على خطر كيف كيف إذن أم نساء أما يوم اللي يفتم طرف أخذ يوم وركز اللي جاء يقرب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب الناس سواسية كأسنان المسلم إن ذهب كيف كيف المرأة وليش الخلاف يلون ويلون وليش كلا يسد فضل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يعرف أفو مسلم أفي عبد النظر حشر إلى من دخل كويس شوية كان يسيك زمان بحمل سيد ربي يون أدي قرأ لعبد النظر أتسدود غربورس أدي قرأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم أين يسعان أين يسعان عبد أين يسعان عبد الميزان أرسل ربي ذين يسعان التقوى ذين يسعان الإيمان زخي ويس سيون أحد العارفين إن يسغل الله الزرع مش حد شو اللي قدر يسعى أرسل ربي مزمع الله الزرع إن يسغل إن يسغل الزرع شحال يسعى سيد ربي المغدى ذخي ويس أكل يسعى المغدر الله سبحانه يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجمي إلا من تقوى وليش كلام الفرق إلا يون ذا عرب نغيون ذا عجمي ذا أمريكاني نغذى رومي ذا الزيري نغذى ويغنغى حشس الإسلام مكشه لا إله إلا الله محمد رسول الله يكشمت دخل الدائرة إنما المؤمنون كفوا يكشمت ذهما جنسيا أكد بقوته لا رسول الله ولكن الشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي يكشم العام الدخل يوم المسجد ذي ثمون في الأرجنتين ولكن ما يوضع ما يكشم على الدخل أن يعطي بقوة رسل اللي يمشي منه ولش الفرق يا رسل حدث الإيمان أي مثلا لشان العقل بالليل ذي نساء ذي غرسل ربي العبد ينزل الدين ينزل التقوى ينزل الإيمان ماشي سكران المظاهر يجي ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم يقال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اسم قال دخل أول أول اسم قال سيدنا نوح عليه السلام إن ينفسني إلى القميص أنا خطر من الناس ضفوا عفوا كي تابعا ننسى الخسر وخرض أثنت وخرض في الله بشكل ذراع قرنت بالضعفاء اتبع حقيقة الأنبياء المرسلين مرة الضعفاء على خطر سنذين الدركسن البطر نكبر ولكن ينزل وتسكن الأنبياء دخل تسكسن البطر نكبر خطر أعلم سيد ربي سبحانه وتعالى وذن تسكسن البطر إننا إمسنان أسوء خط الضعفاء كذب عليك ينسى سيدنا نوح عليه السلام لأن يقال سيد ربي الخلق سورته ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتي يوم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن يأذن من الظالمين إن دوز من غير هذا سنين يودين وإذ من غير هذا رسل سيدة ربما زندي فكير إلى هذا إذن تسيب زرع لشيء لن دخل يبوي ونسن على حسب وين لن دخل يبوي ونسن لا يزندي فكسي ربما وتسلم إذن الآية إذن استدل نقول أي مثل بل ذين ساس العبد ذخي كويس أكنز دي تسكسي ربما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي ضرر بالخير قولي أكدفك الخير إذن نكون أن يشار العبد إيمان وليس ذي الخير أروث مثل سبيل سيمن بس ربي سبحانه وتعالى أثد يرزق ذوين إكحمين قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن جعلناكم للشعوب للقبائل في كذين النساء لأكمل غيابة الكثافة السكان بمقارن الشعب بمقارن القوم ولكن الخلاصة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعلهم من الشيء باش تسير العالقة الجوجة رسل باش يخدم الخير باش يفذل باش معاون باش منسب باش يريد العالقة المتينة اللي جوجة رسل وتشيل العالقة الدنيوية خاطر العالقة الدنيوية ذي الخسارة تسوي تشيل العالقة الربانية
فرق بينك يشكل دوغماكين سيم سلا إله إلا الله محمد رسول الله وكل فرق قال حاشا يقول ولكن الحاجة أركن الشرك أن الدنيا حاشا فرق لكم فرق رسول صلى الله عليه وسلم فرق من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. إن دولا يحمينا فوض مربي الذي كرع فوض مربي الذي فك فوض مربي الذي كس فوض مربي إن دولا يكمل الإيمان غرس البغض في الله والحب في الله. ما نحن رضي ولا تحمل فوض مربي ما تكرر فوض مربي وإذا نشتبه بك سعان رزان غرصد ربي سبحانه وتعالى ويوم القيامة أدنجمعنا أسمان نجمعنا الخلاحة فغرصد هذا الزان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أبي درمي أيبان سيد سينا أني ذا الذي قدم يحميني سينا أدفغا يقدم يحمينا فوض من سيد ربي وإذن يرفض سيد ربي سبحانه وتعالى على أنابنا من نور يقدم يحمينا في الدنيا ثم قبل الفير إذا أي مثلا أنظر باليوم ذو ذو سيد ربي سبحانه وتعالى يسيق أن يحمي جوجلنا موسى بن عمية رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام إذ يشمل من الأوائل إلى الإسلام لغزوة بدر وسوى سيد الهجرة يمر الإنسان غمس غمس الكعبة يدد القريش للمشركين القريش جدا ونسيت يدد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا انتظر غزوة بدر كشفت سيدي سنين سنين الغزوة في القرعة يدي بن الحق يدي غير البطل وتفند إم حباس من المشركين دينا ويدد غمس المصعب بن عمير يدد خلنيا قرص أبو عزيز يدد جلسن الخطر دينا الصحابة الكرام ذهب مثل هو رسم ذبس الميس يوم دي الجهة يوم دي الجهة أبو عبيدة إنسان الجهة الرسول صلى الله عليه وسلم الجرح ذبس الجهة الكفار ومن ويس يمي وثن نسيت يمي وثن وينغل ذميس بالذات ينغل زاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة من الجرح عبد الرحمن بن أبي بكر يدد المشركين الخارج أبو بكر الصديق يدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمي كان نسي المبارسة كرد أبو بكر الصديق ينسي رسول الله ينسي وين دل كثي قبيل ينسي رسول صلى الله عليه وسلم مدعنا بنفسك يا أبا بكر ينسي كشيني وخرط ذلك ينسي حوجيك وخرط جهيك يغرد الميس ويسي كبار ربي بشد مثل الكفر ويغرد من الصحابة الكرام عبد الرحمن بن أبي بكر يغرد يشد الإسلام فاضل الصحابة غير مثلا ولكن أبو عزيز هو مثل مصعب بن عمير ماشي المفيد المدوى ولكن يتدام حفوز يقوثي ديوان من أنصار المدينة المؤمنين يتفيدد شكيفي شكيز دي فاسنس عارف لكن كيوان مصعب بن عمير يتشوق يديه مثل محفوز يروح أروينا في الفيديو فلك نخلص أبو اليسر ينسى تفيدد وينسى وكذا ينسان ينسى يمس سعيد لمن في الزمان يتفيدون أخطر ذي الغزواني بأربع آلاف دينار يتفدوني إلى إيقاذ انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يمحل ينسى تفيدر أبو كذا وكذا ينسان ينسى يمس سعيد لمن لش يسينا ومس أبو عزيز يسينا ينسى نشتري على الدنيا يومي ينسى لا ينسى وين كنت تفاركني هما إنسى فقد سيد الدمام إنسى فقد سيد الغوري سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد سمعت إنسى منك أنك إذا تفنك ندمة بس أنا أقل أي مثل الحب سيد ربي سبحانه وتعالى يونس ديرنا مسيس ديرنا أثث يوم وديون 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 الحجم يكسمر السمية إلى هذا الحجم هذا اللي فارقه من الموت ولكن الدنيا ما ذكر السمية إلى هذا اللي المحر هذا عطين حجم فارق أي مثل المجتمع المسلم المجتمع المتماسك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إقرار لا خيار ذي الأمة إن تكون مين تكون مين قوارض المهمين الأنبياء زهنهم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أما ذي النصارى عمل اليوم ماشي دي عيبات كان كم أكمل كنين الأمة الإسلامية إكزمانة دفعون في المنقب نغرد برس المعروف إن نقر مثل رجال الدين ذي قد يدخل من الصومعات بسل الدين ذي قد يدرنا في مثل الدين الباقي من خاطئه ولكن نقل المسلمين يروح الرسول صلى الله عليه وسلم ف
فكنا الأنبياء الرسل إنك الأمين هم الاثنين أريد أنت الخليفة للأنبياء وذن الاثنين مريم أن نصر معروف وذن الاثنين مريم أريد هنا غفر المقر ولكن إلى قسلين دقي يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إن ابن الخير إذ هي أكد الأمين إلى يوم القيامة الخير للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع الورث جميع السكن العالي سعادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الجهة ينسى الصحة الخيرية الذي يجب وثلا الخيرية للأمة ينسى الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ماشي اللي يجب يجبر في الفديون نغفي الفذن عشرة وكل يونس على السفر ستير السفر العالي يونس على السفر السلك يونس على السفر الحلم يونس على السفر العلم يونس كل يوم يشوف السفر العالي ينسى ولكن ماذا الذي نجمع الأمة الإسلامية في ملاد في النادي للخير والسلام ولكن ماذا قلنا في الفرق وسعد شو الخير إلى النساء الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ولكن ماذا قلنا في النجمع ماذا قلنا في النجمع يصوصية سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى كان النجمع يقرب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أسمي لي مثل نجمع أسمي نجمع أريس من سيدة رب أجدين من سيدة رب سبحانه وتعالى قدس الفرق مرة ودرس إيجادين الخيرية إيجادين وين العالم أي مثلا وتسمير الأمة الإسلامية يجدك فرق من الأمة وتشتغل اليهود تكسوها باش يعني الفرق من الأمة وجه أثر الجهة يجب وجه أثر الجهة المجتمع بين المتماسك وسنجمير وعده وسنجمير شبه ولكن ماذا قلنا فرق من ذو جرس لأنه نجد قرن فرق تشو ديفيزي بوراني قرن الرومين على خطر ماذا مصرحه اسم تفضل اسم تفضل من كرع الدين ذاكي المعنى اسم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أغدي صوصا باش يشيل ذكري جوجر باش يشيل أمسلاي أفهم من سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وذين لا يعلنون شيء من مرة هذا نجمع في الحبل سيد رب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وين هو يعني مثلنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشعل الإنسان العصبية داخل المجتمع باش يقع وجينا وجي مشينا وجي مبرج مثلنا نتموث فلان وجي تموث فلان يتموث الإنسان وقر المجتمع المسلم أشتغي ذين دي السسائل العصبية وذين فرقا ويول الإنسان ونشتغي نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم ويسميه الدعوة الجاهلية وما ينسي وديه ويليه مالي وليش الفرق بين عربي وعجمي حش لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوة الجاهلية دعوة الجاهلية مثلا بقي مش توثن وهنا مش توثن كذا وكذا وهنا ذلك فرق يوم في غزوة أيضا غزوة بني المشترك الرسول صلى الله عليه وسلم يزرع مئين المهاجرين الأنصار كوغرس انشقي ينسين من المهاجرين يور من المهاجرين يور من الأنصار مين دي جوجرس مشان يقال يكر العنف جوجرس وين يسوي أيها المهاجرون روح يون يسوي أيها الأنصار روح وقرن في الكلم مثل جوجرس ويكرم الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض غبورسا إن ما باب الدعوة الجاهلية إن دعوها فإنها ممكنة إن استخدم في الدعوة الجاهلية إن استبدل ثقيف صح وذي عيتها وخرج الإنسان إيه مثل الذي دعوة أروج سجن الدعوة الجاهلية مش ينسي العامل ينسي هبط العامل ينسي هبط الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم يقال من أري فرق قال المجتمع إن سيد رب الخلق سبحانه وتعالى ما في جعل في أسفل سافلين دي جهنم ننسي يا رسول الله وإن صام وصلى إن إيش ماذا قلنا يصل ماذا قلنا يصل إن إيش وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إن إيش ولو كان يصل ولو كان يزكى ولو كان يصام ويدعي ما نجم الذي يصل لعذريش أري ذعوا للعصبية اللي قرر دخل المجتمع المسلم ذي وقلنا
واجي ماشي نعم واجي نعم واجي نعم اللعبة دي مستطرة الدليل الحديث فجينا الرسول صلى الله عليه وسلم إنك من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ذينا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن اليوم كتلة واحدة أن اليوم كوهر أن اليوم أذن ينسي من كوهر الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله الساعة صدق يفرد سبيلين ينسبن يفرد سبيلين المؤمنين يقرأ سيدي رب الخلق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق من إذن أثار سيدي ربي سبحانه وتعالى الوبر سيدي ربي سبحانه وتعالى ينبو سفرق فالقوة له الكبير أسيري الخيرية له أسيري القوة له أسيري أليلهم وين إلى أنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من والد تبارك ربنا وتعالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته